السماء. بسم الله والحمد لله Jésus va encore plus loin. والصلاة والسلام Le على رسول pauvre الله الكرام. Arlequin voulut manger ربنا l'aillette de اهدنا Jérusalem, وراجع mais بنا c'était plutôt les chats وعلمنا de كيف mener les نستقيم sujets. وكيف Or, نصلح من les حالنا. chiens et les آمين animaux يا impurs. مصلح يا Ce سميع qui يا fait que, هادي. même si le أما بعد، riche السلام pieux عليكم s'était والله donné la أكبر peine d'ouvrir ولا son حول portail, ولا قوة il aurait إلا été بالأفضل choqué de toute الأكثر. façon. Il الآن aurait إن شاء fui الله ses تعالى pôles impurs léchés par les سنزور chiens. Façon, Jésus là بعض آيات encore, بكل c'est أدب وكل vous attachez توكل. de l'importance aux بعض riches, آيات vous veillez à rester من purs, مصحف vous êtes في fiers d'être les آخره، descendants d'Abraham, mais vous oubliez ثلاثة آيات l'essentiel. في المدثر Cet تختم essentiel est بها dit هذه dans la السورة، loi et les prophètes. Pas besoin de وثلاث signes آيات في extraordinaires pour عبس investir. Nous avons في la loi, les تقريبا أولها. prophètes, les évangiles. نبدأ À nous de les écouter بكلا et d'en vivre. إنه تذكرة، أي 54 من سورة المدثر. يعني المدثر هو اللي يغطي في نفسه، بيتأثر ياسر نبينا عليه الصلاة والسلام بالتجربة الأولى في عمره، ربما حتى نبي ما رأى عليه السلام ما جرب هذه التجربة القوية، لأنه يعني القرآن نازل. والله ما يتصل بحبه الأول عن طريق أمين الوحي عليه السلام، يعني مش سهلة، مش سهلة يقول زملون ويدثروني. النبي لا يمثل عليه السلام، جاء صادقا وأمينا، واللي ما يعتبروش هكذا فهو خصمه وخصم الله، ويحضر ريحته لتمرميده هنا كما يقول العامة، وأكبر من حفر جهنم حياة برزخية في الآخرة بفرده. نسأل الله السلامة.